فوق سن ال30. يعني لو كنت فوق سن ال30 ونفسك تتجوزي حد فوق مستوى احلامك، الفيديو ده هيفيدك. لو كنت عديتي سن ال30 وفاكره ان عشان كده لازم تنزلي من سقف احلامك لشريك حياتك، انا جاي اقولك النهارده ان الكلام ده غلط. اول ما بتوصلي سن 20 هتلاقي اهلك بيشغلوا الرادار بتاعهم في رحله البحث عن عريس لبنتهم اللي لسه ورور في اولى كليه. لغايه ما بتتخرجي البحث بيبقى شغال يعني على اعلى مستوى، بيقعدوا يتشرطوا ويتأمروا، عايزين المهر الفلاني، عايزين الشبكه تكون زي بنت عمها، بيقعدوا يتكلموا ويتشاوروا في حوار العفش مين يجيب ايه ومين عليه ايه، ويقعدوا يختلفوا في حاجات صغيره، الستائر على العروسه لا الستائر على العريس، ويقعدوا يتكبروا ويعلوا في الموضوع. وده لان انت لسه صغيره في بدايه العشرينات، ما عندكيش اي خبره، اهلك هما اللي بيحركوكي كقطعه لوجو. على العكس اول ما بتوصلي ال30 ولسه ما اتجوزتيش، الاهل بيقولك يا بنتي انت الستاندر بتاعك عالي، يا بنتي انت احلامك فوق السما، تواضعي اتنازلي، مش هتلاقي شريك الحياه البرفكت اللي انت بتتخيلي عنه. انا جاي اقولك النهارده لا، هتلاقيه وهتلاقيه اكبر مما تتخيلي. في اول عشريناتي صراحه ما كانش حد بيتقدم لي خالص، يمكن في فتره العشرينات دي كلها اتقدم لي 3 بس، وكان عن طريق الاهل، بعد كده ما كانش في عرسان خالص. وكنت زي اي بنت بحلم بالفستان الابيض والشبكه وبحلم بالعفش والكلام ده. يمكن ميزه اول ما استقليت بنفسي ان كنت عامله كل التركيز بتاعي على نفسي، كنت بحاول اكون البيست فيرجن اوف مي، احسن نسخه مني. كنت بشتغل، بذاكر، بدرس، بحضر ماجستير، بدرس كذا لغه، بحوش فلوس، بستثمر في فلوسي، كنت بصوا شغاله شبه الاخطبوط بكذا ايد عشان اكون احسن حاجه في كل حاجه. في الفترة دي كان كل تركيزي على نفسي وبس، ما كانش في دماغي بقى ان انا عايزة اجيب العريس ووقع العريس ابن الباشا والكلام ده كله. يمكن كان في الاول في بداية العشرينات كنت كده، كنت باللي هو ايه مشغلة الرادار مع اهلي، عايزة العريس الفلاني، عايزة العفش والكلام ده كله. لكن اول ما وصلت 28 وميزة ان انا استقليت بنفسي، ده خلاني اركز على نفسي وابقى عارفة انا عايزة ايه بافكاري بارادتي انا، يعني ما كانش حد بيحركني زي ريموت كنترول. بعد ما استقليت بنفسي لمده 2 سنين وصلت لسن ال30، كميه النضوج وكميه الثقه زادت عندي لفوق. ليه؟ لان كنت ما كانش ناقصني حاجه، ما كنتش بدور، ما كنتش شغله دماغي بفكره العريس. ليه؟ لان كنت انا عندي كل حاجه، وصلت للسن ده عندي ثقه بالنفس عاليه، عندي شهادتي، عندي ماجستيري، بتكلم كذا لغه، بشتغل، بكسب، بحوش، عندي كل حاجة أنا عايزاها، كل حاجة نفسي فيها أنا بقدر أجيبها لنفسي، بسافر، بتفسح، عندي أصحابي، عندي الجيم، عندي حياتي، عندي مطبخي، بطبخ لنفسي، فما كانش عندي وقت أصلاً إن أنا أفكر في شريك حياتي. مش معنى كده إن أنا ما كنتش عايزة، لا، أنا كنت عايزة، كنت مشغلة السنسور الداخلي. يعني كنت بعمل إيه؟ أنا من الأشخاص اللي بؤمن بقانون الجذب وبرمجة العقل. يعني انا كان نفسي اتجوز من واحد اجنبي، وبصراحة حصلت، انا مش عارفة ازاي لغاية دلوقتي بس انا حصلت لي. طيب عملت ايه؟ انصحك اول حاجة بعد سن ال30 ما تسمعيش لكلام الناس، ركزي في نفسك، اشتغلي على نفسك، خليكي احسن نسخة منك. وعلى الجانب الاخر خلي دايما عندك قرون الاستشعار شغالة، اللي هو بيسموها الاستقطاب، الانجذاب، خلي عندك الطاقة من جوه ان انت بتدوري على شريك حياة. بس مش معنى كده ان انت تشغلي بالك وعقلك وحياتك وكل حاجة كل يومك على تدوير على شريك حياة. اشغلي نفسك بنفسك، اشغلي نفسك بمستقبلك، اشغلي نفسك بشغلك، اشغلي نفسك بان انت تعملي بيزنس، اشغلي نفسك بتعليمك، اشغلي نفسك بلغة جديدة، اشغلي نفسك برياضة جديدة، وهلم اجرب. وخلال الوقت ده وانتي بتبني نفسك وتخلي نفسك احسن واحسن واحسن، انتي بتغيري اماكن، ففي الاماكن اللي انتي بتعلي فيها اكيد هتلاقي الانسان اللي نفسك ترتبطي بيه يكون في نفس المستوى او اعلى من المستوى بتاعك. انا عن قناعاتي ان البنت لازم تتجوز واحد اعلى منها ماديا، بوزيشن، عائليا، واتيفر، لازم يكون اعلى منها عشان ياخدها لفوق معاه. فعشان كده في فيديو النهارده انا بقول لك وباكد لك لازم الستاندر بتاعك في اختيار شريك حياه
يزيد لفوق مش يقل. اوعي تسمعي كلام اي حد او اي حد يشتتك او يخليكي عندك عدم ثقه بنفسك. ثقتك بنفسك هي اللي هتجذب لك واحد قوي بنفس تفكيرك. خلاص اشتغلنا، حوشنا، لعبنا رياضه، درسنا لغه جديده، الحاجات دي مش فرض عليكي، بس لازم تعملي الحاجات دي عشان تبقي مميزه، عشان تبقي نجمه وتجذبي الانتباه للناس المميزين، فتبقي مميزه فتاخدي حد برضو نفس قدراتك ونفس يعني اعلى منك شويه او نفس قدراتك. ابدا ابدا ما تنزليش الستاندر بتاعك لتحت. اعمل ايه؟ هاتي يا ستي قلم ورقه وحط السكيدول بتاعك عندك الاسبوع. انا من الاشخاص اللي ما بستناش اول السنه عشان ابتدي النيو ريزوليوشن، لا انا كل يوم جديد عندي هدف جديد، انا كل اسبوع جديد عندي تشالنج جديد، انا كل شهر جديد عندي خطه جديده، انا كل سنه جديده عندي احلام كبيره عايزه احققها في السنين الجايه، وعندي بلان دايما عندي فيوتشر خطه مستقبليه. وانت لازم يكون عندك خطه سواء ان انت تلاقي شريك حياه او ان انت تحققي نفسك. بس الماجوريتي فكري في نفسك، ركزي على نفسك، حبي نفسك، خليكي مميزه زي ما قلنا قبل كده. وجوه كده عارفين دايما في المخ بيبقى زي في رفوف، ورفوف دي عليها كتب، دايما خلي في كتاب كده زي يكون استشعار او استقطاب ان انت تجلبي شريك الحياه اللي بتحلمي بيه، وهتلاقي احلى مما بتتخيلي. لان انا بالنسبه لي كان حلمي بالنسبه لي ان اتجوز واحد اجنبي، وحصلت ان اتجوزت فعلا واحد اجنبي. فاول عشان كان نفسي اتجوز الدكتور المهندس من خريج كليه الكريم شانتي اللي عارفينها طبعا، كليات القمه، عايزاه يكون معاه فلوس، عايزاه يكون عنده عربيه بي ام دبليو، عايزاه يكون معاه فلوس كتير، عايزاه يجيب لي الشقه، عايزاه يجيب لي الخاتم الالماس، عايزاه عايزاه عايزاه. بعد ال 30 هتلاقي ان انت اختياراتك بتختلف، عايزه حد يشاركك احلامك، عايزه حد يشاركك الباشون بتاعك، عايزه حد تحسوا ان انتوا الاثنين بتكملوا بعض. زي ما قلت انا كنت عايشه حياتي لوحدي، شغاله بنجح بكسب بسافر بحقق نفسي، فما كنتش محتاجه حد معايا. بس في نفس الوقت كنت مشغله كورونا الاستشعار بتاعتي ان الاقي الشخص اللي بحلم بيه. اول ما لقيته جذبته ليا. طبعا ازاي تتجوزي واحد اجنبي دي يعني ليها خطوات كتيره جدا، هنبقى نتكلم عنها في فيديو تاني، ولو عايزين اتكلم عنها اكتبوا لي في الكومنتات تحت. فاشغلي نفسك بنفسك، اعملي سكيدول لنفسك، هاتي الاسبوع ايام الاسبوع كل يوم لازم يكون عندك خطه، اصحى بدري، العب رياضه، اروح الجيم، اقرا، اتعلم كلمتين في لغه جديده، ادرس حاجه جديده، اثقف من نفسي، اعلم من شهاداتي، اشتغل بيزنس، اقرا في البيزنس، اقرا في الماركتنج، اعلى واعلى واعلى. وانت بتعلي هتلاقي الشخص المناسب اللي بتحلمي بيه. تلاقي اهلك دايما مشغلين الرادار، عايزين الدكتور المهندس خريج كليه الكريم شانتي اللي معاه فلوس اللي يكفي ويوفي بنتنا ويجيب لها كل اللي نفسها فيه. كل الحاجات دي حاجات ماديه، بس الارواح ان انت تلاقي الشخص اللي فيه توافق روحي دي اهم حاجه، اهم عامل لازم تركزي عليها بعد ال 30، تلاقي الشخص اللي يتوافق معاكي روحانيا. انا بالنسبه لي وانا صغيره كنت بحلم ان انا اتجوز الدكتور عشان انا دكتوره، واحد معاه فلوس، واحد عنده عربيه بي ام دبليو عشان يجي ياخدني من البيت ويفسح. بس لما عديت ال 30 وبدات اعمل سيرش افنط الرجاله اللي حواليا، اعرف بقيت بعرف كل واحد يعني ده يناسبني ده مش يناسبني، احاول مع الشخص ده لا 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 مش عايزاه، لغايه ما لقيت زوجي. والحمد لله احنا بقالنا سنه متجوزين مع بعض، زوجي بريطاني، هو كان كلاينت عندي، اتعرفنا على بعض واتجوزنا كله تم في 3-4 شهور. يمكن كنا عارفين بعض قبل كده ككلاينت ودكتوره، هو كان زبون عندي في العياده وكنا بنتكلم كزبون ودكتوره. بعد كده اتجوزنا، مساله الجواز ما اخدتش منا كتير لاننا احنا الاثنين ناضجين، احنا الاثنين عارفين عايزين ايه، احنا الاثنين مش بنتلون، انا مبينانه حقيقتي وهو مبينني حقيقته، فاحنا تقابلنا. طيب احنا هنتجمع مع بعض ليه؟ عشان عايزين من بعض ايه؟ عشان روح بنشارك. حلو ان انت تعيشي حياتك مع شخص بيشاركك احلامك، تصحي من النوم تلاقي حد بيقول لك صباح الخير، تحضري الاكل، تاكلي الاكل مع حد. مشاركه الحياه
الانسان ما بيقدرش يعيش لوحده، الانسان بيحب يكون موجود في زوج، يعني احنا خلقنا في ازواج، فلازم تلاقي شريك حياتك، بس مش لازم تدمري حياتك لو ما لقيتيهوش. تمام؟ لو انت ما لقيتيش شريك حياتك خلي زوجك هو نفسك لغايه ما تلاقيه، وهتلاقيه، بس دايما زي ما بقول لك شغلي هرمون الاستشعار. لما اتقابلت انا وادي ولا هو كان محتاجني ولا انا كنت محتاجاه، بس كنا محتاجين بعض بس حاجه واحده، طلاق يا ارواح. ارتحنا مع بعض، حسيت ان هو ده الشخص المناسب لي، هو حس ان انا الشخص اللي مناسباه، اتجوزنا بسرعه جدا بدون ولا عفش ولا شقه ولا مؤخر ولا مقدم ولا اي حاجه، هو يا دوبك الجواز التقليدي، كتبنا كتابنا وجاب لي خاتم الالماس، حتى ولا هو كان لسه زار اهلي ولا كنت لسه زرت اهله، لان احنا الاثنين كنا اتقابلنا في مدينه، احنا انا كنت بعيد عن اهلي وهو كان بعيد عن اهلي. طبعا اهلنا بكونا وفرحوا لينا، انا طبعا شخص كبير فوق 30 سنه، فاهلي كانوا مرحبين جدا بالفكره، خاصه ان اهلي عارفين لما عرفوا ان زوجي دكتور خلاص هو ده حلم حياتهم، ان كانوا يجوزوني من دكتور، فانا كان حلم حياتي كان كده، انا اخدت اعلى بكتير من فوق ما انا كنت متخيله او الستاندر بتاعي، اخدت زوجي دكتور الحمد لله، مرتاحين ماديا، عندنا الباشون، هو عنده الشغف بتاعه وبيعمل الحاجات اللي هو بيحبها وانا بعمل الحاجات اللي انا بحبها، ولسه بنضيف تاسكات او لسه بنضيف حاجات احنا بنحب نحققها، انا دلوقتي بدرس يوجا، هو دايف انستراكتور، هو بيحب الغطس، انا بحب اليوجا، وبنلتقي في النص. واهم حاجه فوق مما كنت اتخيلها ان الاقي حد مهووس بالسفر زيي. ادي طلع يا جماعه مراحل اعلى مني كتير في السفر، يعني انا سحلفه جنبه، انا بطيئه جدا في السفر، هو بيحب يروح ويجي ويسافر وبيعرف يخطط جدا للسفريات ويعرف يجيب احلى سعر ويعرف يحجز الاماكن ويعرف يعني يعمل رحله كده تبسطنا احنا الاثنين، وده بصراحه كان اهم هدف وكان اهم حاجه بالنسبه لي، ودي يعني نعمه كبيره جدا بالنسبه لي ان لقيت ادي، والحمد لله احنا بقالنا سنه مع بعض متزوجين بسعاده، وان شاء الله ان شاء الله يدوم العمر كله يا رب، واتمنى لكم كمان انتوا السعاده، واتمنى لك ان انت تلاقي فارس احلامك فوق مما تتخيلي، زي ما قلت لك برمجي عقلك ان انت تلاقي الشخص فوق مما تتخيلي، تسمعيش لكلام حد، ركزي مع نفسك، كوني احسن نسخه منك عشان تلاقي حد متوافق معاكي او اعلى منك، لان الحياه الاساسيه هي بتكون بعد الجواز، مش يعني في الفكره ان انت تتجوزي اي حد وخلاص عشان انا عديت ال 30 وبعد كده اعيش ماساه الطلاق والانفصال والعفش اللي يتركن في اوضه ماما، وكل ما تخشي اوضه ماما تلاقي اوضه نومك القديمه فتعيطي. لا يا جماعه ما تضحوش بنفسكم، انت غاليه، خليكي غاليه، ما ترخصيش نفسك، اعلي وهتلاقي الحاجه اللي تناسبك او الحاجه فوق مما تتخيلي. اتمنى فيديو النهارده كان مفيد بالنسبه لكم، يا ريت اكون ضفت لكم لو حتى معلومه صغيره، لو عندكم اي اسئله او اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم، ولو عندكم اي موضوع حابين ان انا اتكلم عنه في الحلقات الجايه اكتبوا لي برده في الكومنتات وانا هعمل لكم حلقه. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك بالقناه، هسيب لكم لينك الانستجرام عشان تشوفوا صوري انا وزوجي، احنا عايشين على جزيره وسط الميه في بالي، وبصراحه لما عشت وسط الطبيعه حياتي اتغيرت للاحسن. طبعا كان حلمي بالنسبه لي كبير ان اكون عايشه على جزيره، بشوف البيوده كل يوم، بستنشق هواء نظيف، باكل اكل صحي، بهتم بنفسي، بهتم بزوجي. اشوفكم في حلقه جديده، باي باي.